في الشكل هي انتخابات فرعية لاختيار 5 أعضاء جدد في مجلس نقابة المهندسين، أما في المضمون فهي معركة إثبات وجود لفريق 14 آذار. 10,000 مهندس من أصل 27,000 سددوا اشتراكاتهم سيشاركون في عملية اقتراع ستجري الأحد في أجواء لا تخفي الانقسام العمودي الحاصل في البلاد بين 8 و14 آذار التي أعلنت لائحتها لائحة العمل النقابي التي تضم كل من تحالف الجامعات والحزب الاشتراكي والجماعة الإسلامية وكل قوى 14 آذار. هيدي الخمسة لازم يوصلوا لحتى يصير في نحافظ على التوازن يلي بيخلي سياسة المجلس تكون متوازنة ومش مأخوذة من طرف أو مهيمن عليها طرف وعم ياخدها مطرح ما بده، وهيدي اللي شهدناها بالممارسات السابقة بالسنة الماضية لولاية النائب إليب سايبس. كان المجلس عم ينجذب وقراراته عم تنجذب بالسياسة نحو قرارات كتير مخطئة بحق المهندس. قدرة الشباب ب 14 آذار قادرين يجيبوا أكثر من غيرهم من برا، ممكن هيك. ما برأينا إحنا إنه تبنى مؤسسات على قاعدة إنه بس إنه أنا أنجح بالانتخابات، إذا عم بنجح وبخالف القانون ما بيمشي الحال. بذروة الانقسام السياسي اللي كان حاصل بالبلد، نقابة المهندسين ما كتير تأثرت، بمعنى إنه يمكن بغير نقابات صار فيه مشاكل عنه ما صار فيه. إلا أن المنافسة تفرض واقعا مغايرا. طلع لغط كتير بموضوع المالي وموضوع ال، أنا اليوم إذا عملت وفر مالي بالنقابي ما إنه رايح لشركتي، ولو مصلحة كل مهندس. واللي صار كمان بهيئة المندوبين من يومين بدل بأكد هيدا الشيء، بأكد المخالفات المالية اللي عم تمارس اليوم من قبل هيدا المجلس. في معركة المهندسين صوت الاشتراكي سيكون الحاسم، فهل سيرجح كفة 14 آذار بعدما أعلن الحزب صراحة الانحياز إلى هذا الفريق في انتخابات النقابة؟ نحن بتحالف متين جدا مع كل الأحزاب طبعا 14 آذار ومع حزب التقدم الاشتراكي، اتكلنا كمان على أصواته وعلى أهل الجبل. معنا هذا الهاجس، بمعنى أنه والله عايشين هاجس أنه الاشتراكي بيكون معنا أو ما بيكون معنا. رأي الشباب الحزب المشترك نحن نحترمه. ما بيصير، لازم هالنقابة شوي ترجع لإطار النقابة المهني المحض الخاص فيها وتطلع من الكيدية السياسية اللي اتبعتها بالسنة الماضية. بين الدعوة إلى تصحيح المسار الخاطئ للنقابة من جهة، وبين القتال للحفاظ على الموقع لكسب مزيد من النفوذ داخل النقابة لمن ستكون الغلبة في هندسة معركة ظاهرها نقابي وباطنها سياسي، مساء الأحد سيحمل في طياته الجواب.